السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة سنوسات. اليوم سوف نتعلم من سلسلة تعلم نظام لينكس في الحلقة 17 بعض الفواصل والعلامات التي نقوم باستخدامها في التيرمينال أو كوماند لاين انترفيس لتقوم بالتسهيل عملنا على التيرمينال. وبعد الحلقة سوف نتشارك معكم أيضا هذه الأوامر والفروقات ومع رابط التدوينة ومع رابط فيديو تحفيزي خاص في جاك ما أو نصيحة مقدمة من جاك ما ولكن في اللغة الإنجليزية. ننصحكم أن تشاهدوا. اليوم سوف نتعلم أول أمر وهو البايب سينجل بايب الذي قمنا باستخدامه في الحلقات السابقة مع أمر كراك. اليوم سوف نتعلم عن دبليو بايب والتي تعني بورت أو أوت بالعربية. نقوم بتطبيق LS وثم دبليو بايب وثم سيتي ديسك أي يعني إن قام بتطبيق أمر LS أو نجح في تطبيق أمر LS يتخلى عن أمر SCD Desktop. الآن نقوم بالنقر إنتر. كما تشاهدون الأمر LS نجح وقام في تطبيق LS لم يقم في تطبيق SCD ولم يذهب إلى SCD كما تشاهدون. الآن نقوم في كتابة الأمر LS أو الأمر الأول بشكل خطأ. نقوم بضبط له وبايب وCD Desktop. الآن إنتر. كما تشاهدون الأمر LS not found وفشل عملية تنفيذ الأمر الأول. فذهب إلى الأمر Desktop قم بتطبيق الأمر الثاني. الآن نتمنى إن اتضح في الفكرة لكم. الآن سوف نتعلم عن طريقة تطبيق الأمر وهو الأمر الآن. لنقوم بعملية كليك ثم تذهب إلى الهوم من خلال هذه العلامة. كما تشاهدون هذه العلامة تؤدي إلى الآن نقوم بعملية كليك وثم نقوم بالعودة إلى الأمر السابق وهنا نقوم بحذف البايب ووضع التي تعني الوحدة بالعربية. نقوم هنا بوضع LS و CD Desktop. سوف يقوم هنا بتطبيق الأمرين عكس البايب. LS قام بتطبيقه و CD Desktop. الآن لنقوم بالذهاب إلى الهوم أيضا وثم من عمل LS بشكل خطأ أو الأمر الأول. الآن لم يقم بتطبيق الأمرين. لماذا؟ لأن الأمر الأول فشل ولهذا لم يقم بتطبيق الأمر الثاني ولو يكون صحيح. الآن سوف نقوم بعمل الأمر الأول هو الصحيح والأمر الثاني يكتب بشكل خطأ. الآن نرى قام بتطبيق الأمر الأول ولكن الأمر الثاني تجاهله ولم يقم بتطبيقه لأنه أمر خطأ. الآن كلير. الآن سوف نذهب للطباعة بيكو وهنا سوف نتعرف عن الأمر. أولا أمر الطباعة. هنا أمر الطباعة نقوم بكتابة سمت ساعات وثم علامة الدولار ونقوم باختيار الفاريبل أو متغير مثلا شو يكون. وثم هنا نقوم في غلق علامة الاقتباس التي قمنا في بدايتها ونقوم بالنقر على إنتر. الآن كما تشاهدون هذا الأمر الشاب أو دراج شاب يقوم بوضع الكوماند لاين أو الشاب توضح لنا أين يتواجد أو ما اسمه. كما تشاهدون سيت إس إيش ولكن هذا ليس شرحنا. شرحنا علامة الاقتباس. الآن قم بتباعة الشاب هنا. الآن سوف نتعرف عن السينجل كوت أو العلامة الفصل المنفردة. الآن هنا إنتر يقوم بطباعة الكلمة دولار شوب كما تشاهد. الآن لنقوم بوضع اختلاف علامة السينجل كود وثم الدبل كود. ماذا يفعل وماذا يحصل ثم إنتر. الآن كما تشاهدون لم يتنفذ الأمر. لماذا يطلب الكود أو الإغلاق؟ نقوم بوضع هذه الكود أيضا لم يتنفذ لأن هنا البداية ولا يوجد أي نص. سوف نقوم بوضع هذه الكود أو سينجل كود ثم إنتر. الآن كما تشاهدون تم إغلاق الأمر وتم طباعة الأمر. الآن سوف نتعلم الطباعة أي طباعة نفس هذا الأمر ولكن بالطريقة مختلفة. نقوم بوضع دبل كود. هنا الدبل كود قمنا تقوم بتنفيذ الأمر. نقوم بوضع الباك سلاش ثم كما تشاهدون يعطينا خطأ. قام بطباعة الباك سلاش أو علامة سلاش وثم بتنفيذ الأمر. لماذا؟ وننصحكم أيضا أن تقوموا بتطبيق هذا الخطأ لكي تتعلموا.
نقوم بتكرار الأمر ولكن نقوم بحذف هذه الباك سلاش ونقوم بوضع هذه الباك سلاش هكذا أو فورورد باك سلاش فورورد سلاش نقوم في عمل إنتر. الآن قام بتبعة السلم الساعات وداش الشو أو علامة دولار شو كما تشاهدون نفس هذا الأمر. الآن سوف نتعلم طريقة طباعة الأمر ويقوم بتنفيذه أيضا من خلال الأمر إيكو. الآن كما تشاهدون الـ LS يقوم بإظهار هذا الناتج. الآن سوف نقوم بكتابة إيكو ولكن هنا بدون اقتباس وثم نقوم بكتابة سيرفر ساعات وثم نقوم بكتابة LS. هنا يقوم بطباعة الـ LS كاملة نرغب بطباعة الأمر نقوم بوضع هذه العلامة أو البورد قليلة منحنية الفصيلة منحنية وثم هنا سنساعد كما تشاهدون اللون تغير أصبح أفضل لأن الـ LS هنا قم بتطبيق الأمر. هنا لماذا يوجد خطأ؟ لأن قمنا بوضع البوت أو المنحنية هنا كما تشاهدون. وأيضا نصحكم بتطبيق الأخطاء والاستمتاع في الأخطاء وعمل ما يكفي هنا لنقوم بوضع البوت حول الأس كما تشاهدون أصبح اللون أخضر. هنا عندما نقرأ على إنتر سوف يقوم بطباعة الـ LS سوف يقوم بطباعة السلم الساعات من خلال أمر إيكو وثم هنا قام بتطبيق الـ LS كما تشاهدون إن هذا نفس الناتج كما تشاهدون فيديو في الآخر. الآن سوف نقوم بتكرار الأمر ووضع علامة الاقتباس وثم إنتر. الآن كما تشاهدون أيضا السلم الساعات وديسكتوب قام بطباعته ولكن بشكل عملي. الآن سوف نضع علامة الاقتباس المنفردة أو سنجل كود ونعتذر إن كانت الحلقة مطولة 8 دقائق وأصبحت 9 دقائق هذا الأمر الأخير. هنا أخذ الأمر كاملة نقوم بعمل LS كما تشاهدون طبعة علامة الكود المنحنية و LS وسنصعد وإن شاء الله نلقاكم في فيديو آخر. مع السلامة ونعتذر عن طول الفيديو ونتمنى بإمكان الشرح مفصل وواضح لكم إن شاء الله ومع السلامة نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله.